اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور. نعم، هذا المثل ينطبق على ملف محاضري وزارة التربية، اللي قسم منهم اثبتوا وقسم اتغيرت أسماءهم وقسم ثالث متظاهرين وقسم رابع قاعدين بالبيت، والقسم الخامس من أطراف حزبية وديهم بالدهن مثل ما يقولون. حلقة اليوم خصصناها لأزمة المحاضرين والعقود اللي طلعت أسماءهم بهاي الفترات الماضية اللي صارت بيها أمور إدارية. قبل ما نحكي بتفاصيل حلقة اليوم، نتمنى من وزير التربية إذا شاف الحلقة طبعاً أو المكتب الإعلامي للوزارة المقدس تابعون الملف، لأن ضيوف اليوم اللي راح يحكون عندهم وثائق بكلامهم سواء أدلة ورقية بالتلاعب بأسمائهم أو عبر مواقف شافوها. الملف الأول، الكتل اللي تعرضوا له عدد من المحاضرين المجانيين بتظاهرات بغداد والناصرية وغير المحافظات. هذا الموضوع تم استنكاره وشجبه من قبل نواب ونخب سياسية وشعبية، وأي إجراء إلى الآن ماكو بحق اللي أمر بضربهم. بس السؤال المنطقي، ليش الشباب والبنات وهم أخوتنا يصرون على التظاهرات اليومية في حين يعرفون كل الزين هذا الملف مالي والبلد دينار مبي إلى الآن بسبب الأزمة المالية؟ قصتنا الثانية بحلقة اليوم على مهزلة وسرقة بوضح النهار صارت بصلاح الدين. هاي المحافظة بها أكثر من 70 موظف تعينوا كعقود أو أجراء يوميين وجاهم شعار مالي حتى يستلمون رواتبهم، والمفاجأة هاي الأعداد بدلوا أسماءهم بتربية صلاح الدين بإشراف وعلم من أمجد الطلمس مدير التربية. يا بليش غيرت أسماءهم؟ قولون لأن الجدد من طرف فلان وعلان، وإحنا الله والإعلام إنه، يعني اللي استبعدوهم عندهم عوائل ومتأملين خير يثبتون اليوم قبل باكر. تعينات وزارة التربية سواء الملاك أو العقود أو المحاضرين المجانيين راح نسولف بها بالتفصيل، ونتمنى من خلال برنامجنا يكون أكو رد بحلقة اليوم من قبل مكتب وزير التربية يرد أو يوضح على آلية التعيينات اللي صارت عبارة عن أزمة جديدة نسمعها ونعيشها ونشوفها كل يوم.